ديما معطل كيف العام. يخلق لي اعذار شافه بحاله عوشين. درت قصيده سقى الزور كبير صافا ما صافا ما والو. عرفت اش وقع ليا؟ اش وقع تاني؟ الطاكسي اللي كنت غادي فيه مولاه دار كسيده وشتيت طاكسي اخر داكشي علاش تعطلت. هو الكبيده ديالي انت بخير توحشتك بزاف والله. ما صافا ما والو حيد ليا هادشي هذا اللي فاش فكرك. فاش الكبيده فكرنا والحشه الورده رشمل ديالنا الحشيه الكبيده. ما نفكرك والو. اليوم الجمعة فاش 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 الله ما عارف شو حق الله. أنا بس الحمار غا هكاك اليوم عيد الحب نسيتي ياك بينا والأعذار تشافيها كيف ديما قلتها قبل ما تجي وحق الله. ولا كان عيد الحب أنا جبتك وردة حبيبة. هذا ما نسال عندك وردة. انا سيدي بغيت سلسله يا اما ديال النقره ولا ديال الذهب ماشي صافي. المهم تكون غليظه واعره تكون عاطيه اللعين. الهام انا راه ماشي نجيب لك سلسله انا راه نعطيك عمري ولكن انت عارفه انا ما خدام وما عندي لا فلوس لا حتى شي حاجه. ما كرهتش نجيب لك كادو يكون واعر بحالي بحال الناس ونفرحك حياتي ولكن للاسف انني ما خدام حتى شي حاجه. شوف مهدي انا راه ما كنعرف لا ما خدامش لا ما عندكش فلوس. انا صاحبتي اليوم باش حضرت ليها وعندها الطوموبيل والله الا جابها ليها وانت يا جيب لي ورد هذا من السال من عندك. انا راه ما كنعرف والو جيب لي سلسله حتى تعرف. المهم الهام هذاك جاب لها الطوموبيل رباه وزير ولا ما عرفت شكون. راك انت عارفه انا عندي اميمه وحده وما خدامه ما والو. المهم حياتي انا غنمشي عندها ناخذ لها شي حاجه ونجيب لك سلسله ماشك عايم ما والو صافي. انا غنشوف يلا نجيبو شي دورة حبيبتي. يلا نجيب يلا. حسولة الوالدة كتشربي اتاي بالصحة والراحة. قولي لي عجباتك هاد الحالة الوالدة اللي معايشة انا فيها؟ عجباتك؟ لا ولدي انا معايشك فيها. وحالة الفقر حالة الدل الدرية ديالي كتضحك عليا ما جايب لها تا كادو. اري دوري معايا اري ولدي انت راه خاصك تمشي تخدم. باغي تجيب كادوات للدريه سير تخدم عاد عليك شافك واش انا غادي نصرف عليك انت خاصك تجيب لي. علاش ولدتيني جبتيني هاد الدنيا هادي عذبتيني امي ما نسمحش لك. ما عندك فلوس ما خدامه ما عندك دار كاريه هذا لا معاك والله تا هذا لا معاك. كاينين شي وحدين كيديروا لولادهم المستقبل وكتشوفي فيها راه لي الفلوس ونستقم صوتك بهاد البراد هذا راه لي الفلوس. والله ولدي ما عندي شي فلوس كون كانوا عندي كون عطيتهم لك. واش عارفني نخبي عليك ونخليك في هاد الحاله؟ انت مخبي عليا الفلوس انتيا. ها مو هادو شنو هادي مالا هادي ها مالا هادي دوي معايا فو على ام كيدير الله يلقيال فو. سلام صوت الوالدين الله ينقيها لك كلشي كضرب امك الله ينقيها لك. انا بغيتك شي تشرشيمه في الشارع عمر صوت الوالدين ما يربح. انا بغيت ربي يجيب لك شي واحد كثر منك. هو جاري من كاع هو خويا فين خويا دخيل شي حاجه ناضي الموت. سير شوف عليك ود المهم زيد زيد هاك سير من ما تجيش ما تجيش سير مرض. سير
السلام عليكم. السلام خويا، عطيني داك الشيء اللي كيدوخ. انا باغي ندوخ، باغي ننسى الدنيا وباغي ننسى العالم اخويا. اش عندك بعدا؟ ديما كنقولها لك، ما عندك ما دير بالزباله صاحبي. اش تبقى تجي عندي ديما نبقى نقول لك نفس الهضره؟ تصنت ليا تصنت الدريه باغا كادو. عارفني انا ما خدام ما والو، مشيت عاد هذيك الشارفه تاع عمي ما عقلاتش عليا، والدريه كنبغاها لا ما جبتش لها كادو غتفر فيا ونبقى بوحدي اخويا عزيز. تا صعبا نبقى نهضر معاك على امك. رسخت الوالدين داكشي اللي كدير ليها صاحبي. سير خدم مع صاحبي ولا شوف واش دير، ولا سير خطف ولا شوف واش دير صاحبي. المهم ندير معاك واحد المزيان باش مابقاش معدي على ديك الام ديالك. المهم راه الشاف دير معايا واحد الدار نمشيو عنده، غنمشيو نضربو واحد الضربه وغدبر على راسك. اش بان لك نتايا ديال اش الضربات؟ وصافي تمشيو عند الشاف وغايقول لنا اش كاين. سمع سمع اش نقول. صافي شي حاجه فيها الفلوس انا معاك، انا باغي الفلوس. انا باغي نجيب خطيب شي كادو ونموت على خاطيب شي، ما عنديش المشكل. الله يا خوتي فكرتيني في نزار ولا دحاسي. المهم يلا نمشيو عند الشاف ونهضروا. يلا يلا. بهالك هادو ما عرفتش مالهم تعطلوا تما، يخلوني هنا مرهونين. هو هذا هو. مرحبا. تعطلت ياك؟ مع الوقت الشاف والله راك عارف. الوقت خايب كاوا، معول عليك انا في هاد المهمه هادي. غتدخل على واحد العنوان غنعطي لك، غتجيب لي واحد الصاك ديال الفلوس. ها العنوان هاو. انا معول عليك كاوا، الدري هذا ثقه. الشاف اش كتعرف عليا انا؟ كنعرف عليك ناضي. وصافي كون انا رجع معايا فرده حاره، المهم غتقدا لك. سالينا كقولات. صافي الشاف كون هاني. انا اول مره تلاقيت معاك الشاف، ولكن غنحمر لك ولدك. خصك تكون ناضي، انا كنعرفك هو ناضي. صافي الشاف كون هاني. لا كنتي بحالو راه غنتهلا فيك. سير الله خويا. شوف سير على الله. الشاف الله يعاونك. تهلا معول عليك الكعوة. غنحمر لك ولدك كون هاني. سير الله يسر الامور. شكون نتوما؟ اش بغيتو عندي خويا؟ اش بغيتو عندي؟ لا لا ما تخافو والو، حنا ما بغينا عندك والو، بغينا الفلوس اللي مخبيهم. عطاهم لينا وما غنعادوكش. ناري شفانا عشقونا يا اش بغيتو؟ هادي نتوما غنسلسلك هذاك الراس. سكوت المادي. تهدلنا صاحبي. هنينا عشقونا شفانا عشقونا. تهدلنا صاحبي. تهدل تهدل. ناريه يقصدها. موي موي ما تفوتش يا سام. موي موي دوي معاها. سمح لي يا ولدي انا كنت خدام على قبلك. لا موي لا موي.
السلام عليكم الخوت، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. المهم الخوت، هاد الميساج هذا موجه لهداك نزار. شفت اخويا اليوم واحد فيديو ديالك، والله تبقيتي فيا وحق الله العلي العظيم تبقيتي فيا. واخا هكا كتقول لهم ما غنتخلاش على نادا، يا خويا راك تخليتي على امك وسمحتي في امك وبكيتي امك، وامك حاليا باقا مريضة كتسنى فيك تجي للدار. يا خويا داكشي اللي وقع لك راه سخط الوالدين، راه سخط الوالدين اخويا. سير لك انت كتسمع هاد الميساج وكتسمع الهضره ديالي، سير تسامح مع امك، سير اخويا تسامح مع امك قبل ما يفوت الاجال وتندم. اخويا راه غادي في دار غفلونه صاحبي، راه غادي في دار غفلونه اخويا. سير تسامح مع امك وعنق امك وقول لها سمحي لي يا ميمتي، راه شي اخويا اللي كيوقع لك راه سخط الوالدين اخويا. المهم الخوت، الميساج ديالي راه مفهوم ومفهوم بزاف. كنتمنى اللي شاف هذا الميساج هذا ما تنساش تعاون معايا بواحد لايك وبارطاجي الفيديو وتابونا في قناه ميدي جابيت باش يوصلك الجديد.